هلا والله فيكم بحلقة جديدة من توب 10. عنوان حلقة اليوم راح يكون أضخم 10 شركات في عالم الألعاب، والحين خلونا نبدأ. في المركز العاشر معانا شركة سكوير إينكس. طبعا كلنا نعرف شركة سكوير إينكس هي الشركة اللي سوت ألعاب فاينل فانتسي وأيضا سلسلة ألعاب دراجون كويست. سكوير إينكس تقدر ب 5.88 مليار دولار. في المركز التاسع معانا شركة كونامي. طبعا كونامي معروفين ان هي اللي كانت مسؤولة عن العاب مثل جير سوليد الرهيبة وزون اوف ذا اندرز. هنا لازم افهمكم حاجة جدا مهمة، ومن هنا راح تبدأ حاجات غريبة في قائمتنا، لان كونامي شركة العاب وايضا في لها حاجات ثانية مثل نوادي صحية وايضا لها العاب الباتشينكو المعروفة، فعشان كذا كل هذا انجمع وبيعطينا السعر بعطيكم اياه واللي هو 6.44 مليار دولار. في المركز الثامن معانا شركة بانداي نامكو انترتينمنت. طبعا كلنا نعرف بانداي نامكو هي الشركة الأساسية اللي تسوي لك ألعاب حقة الأنمي مثل أتاك أون تايتن، بوكو نو هيرو، وأيضا الشركة اللي اهتمت بألعاب القتال الرهيبة مثل لعبة تيكن ولعبة سول كاليبر. شركة بانداي نامكو انترتينمنت تقدر بسعر 9.12 مليار دولار. وشركة في المركز السابع معانا هي شركة يوبيسوفت. طبعا كلنا نعرف شركة يوبيسوفت من العاب اساسن كريدز والعاب القديمه مثل عندك سبنتر سيل او لعبه بياند جودن ايفل، وايضا الجزء الجديد راح يكون بياند جودن ايفل 2، تقدر بسعر 10.14 مليار دولار. في المركز السادس معانا شركه تيك تو انتراكتيف. طبعا تيك تو انتراكتيف فيها ثلاث اقسام ضخمه مثل روكستار و2K وبرايفت ديفيجن. طبعا روكستار عارف ان سوت العاب مثل جراند ثيفت اوتو المشهوره، وعندكم برضو لعبه ديد ريدمشن، و2K سوت العاب الرياضه وايضا لعبه مافيا. وشركه تيك تو انتراكتيف تقدر بسعر 13.51 مليار. في المركز الخامس معانا شركه نينتندو. طبعا نينتندو معروفه كلنا نعرفها، العاب ماريو، العاب سوبر سماش، العاب زلدا، العاب ديترويت. الشركه تقدر بسعر 39.49 مليار دولار. في المركز الرابع جينا للشركات الكبيرة، شركة EA. طبعا EA معروفة انها تسوي العاب فيفا، العاب باتل فيلد والعاب رهيبة مثل كذا. شركة EA تقدر بسعر 43.23 مليار دولار. في المركز الثالث معانا شركة Activision Blizzard. طبعا هذه شركتين ضخمتين اجتمعوا صاروا شركة واحدة. Activision سوت ألعاب رهيبة مثل ألعاب Call of Duty، وBlizzard طبعا ما يبيلها World of Warcraft والألعاب Warcraft الرهيبة والألعاب الثانية وأيضا لعبة Overwatch. شركة Activision Blizzard تقدر بسعر 57.76 مليار دولار. والحين جينا المركز الثاني، وأوكي لازم أشرح لكم شيء جدا مهم هنا راح يصير. بقى شركتين أكيد عرفتوها. الشركة الأولى شركة سوني، معناتها كل شيء في شركة سوني، جوالات، تلفزيونات، أجهزة كمبيوتر، بلاي ستيشن، كل هذا راح يكون مجموع كله. والمجموع الكلي لشركة سوني هي 64.88 مليار دولار. وأكيد طبعا عرفتوا من هو المركز الأول، لأنه باقي شركة واحدة ضخمة وعملاقة ما ذكرتها لكم، وهي طبعا شركة سيجا. ليش؟ لأن سيجا تعد من أكبر الشركات اللي دخلت في كل شيء، سوت أجهزة، سوت ألعاب حق شركة ثانية. فشركة سيجا تعد أكبر، لا 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 تصدقون سيجا أصلا ما دخلت معنا من اللستة. الشركة الحقيقية في المركز الأول هي شركة مايكروسوفت. وناس فكرة سوني هنا راح ينحسب كل شيء في شركة مايكروسوفت، قسم إكس بوكس، قسم الويندوز، وأي شيء له علاقة في مايكروسوفت. مايكروسوفت اسمعوا السعر، انا الحين قاعد تجيني قلبي كذا قاعد يوقف وانا قاعد اقرا السعر، مو مصدق عمري ما قريت رقم زي كذا. شركة مايكروسوفت تقدر ب 761.02 مليار دولار. يعني لو تجمع الشركات اللي فوق كلهم مايكروسوفت تشتريهم وتزود عليهم بعد، يا ساتر ايش هذا الرقم. وهذه كانت حلقتنا التوب 10 الأضخم شركات في عالم الألعاب. قولوا لنا إيش رأيكم بالحلقة،
وما اعتقد بكل اجزاء ثاني الا اذا بكل سنه جايه نشوف كيف صارت الارقام، يمكن شيء يتفوق على الثاني، مع ان اشك مع مايكروسوفت هذه وش يتفوق عليها ما شاء الله. فعطونا رايكم بالكومنتس على الحلقه، وايضا عطونا لايكات وعطونا اشتراك في القناه، وادعمونا عشان نجيب لكم فيديوهات رايه مثل كذا. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافيه، مع السلامه.